النهارده معانا بقى على التليفون في اول حلقه لينا في حصاد دراما رمضان 2024 سيناريست محمود حمدان. اهلا بيك يا محمود معانا، كل سنه وانت طيب. بخير، اهلا وسهلا بيكوا، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا محمود. طبعا يعني انا عايزه اقول لك ان المسلسل حقق عرب مختلف جدا، في تيمة طبعا الشعبيه لكن في اسرار، في حبكه الكشف. عايزه كده اعرف الاول، انت شايف الناس على السوشيال ميديا ازاي متفاعله مع المسلسل؟ في جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، على تيك توك وعلى انستجرام وعلى الفيسبوك، ناس بتقلد كده طبعا احمد العوضي ومشاهد، بقى في كده زي استرجاع للمشاهد دي، فازاي بتشوف ده؟ والله الحمد لله المسلسل في الشارع تحديدا، عايز اقول لك شارع وسوشيال ميديا اللهم لك الحمد، المسلسل جايب مع الناس جدا ومعلم مع الناس جدا. ناس كتير جدا بيحاولوا يقلدوا بعض المشاهد اللي بتتقدم في اشكال ساخره بنضحك عليها، هم بين حبهم في المسلسل وفي القصه بتاعت المسلسل، فدي حاجه مفرحانا كلنا يعني. الحمد لله الحمد لله، احنا بنمشي في الشارع وبنشوف ردود فعل الناس، الناس حابه المسلسل جدا اللهم لك الحمد. فيعني ان شاء الله، انا عايز بس اقول ان احنا يعني النهارده مثلا كانت الحلقه الخامسه، ولكن احنا لسه ما قدمناش حاجه، اللي جاي اتقل بكتير جدا 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 ان شاء الله. متوقعين. الناس محمود على السوشيال ميديا في جدل كبير جدا، في ناس بتقول انه القصه مستوحاه من قصص دينيه، وكمان ناس بتقول انه جزء منها متاخد من روايه اوديب. هل كنت قاصد ان انت تعمل الشكل ده، وايه هو وجه التشابه؟ طيب، هو أوديب كانت أسطورة إغريقية، الحكاية فيها من ريحة أوديب، ولكن إحنا طبعا لو هنقول قصة سيدنا موسى، هو فرعون لما قالوا له إن أنت في ولد هيجي وهيقتلك، فالحدوتة الحدوتة النبتة جاية من هنا، إن فرعون وسيدنا موسى، هذا الصراع اللي كان قائم، هو احنا النبته جايه من الحدوته دي طبعا. والحمد لله ان هي يعني الناس، يعني انا ببقى مبسوط من ذكاء السيد المشاهد اللي اخذ باله من ايه ده هو هل يقصده عبد الرب وده فرعون، هل يقصده شخصيه عرب احمد العوضي ده يعني. تمام، احنا طبعا هو التشبيه يعني احنا واخدينها في حته بشكل بسيط جدا، علشان برضو ايه يعني احنا مش بنعمل الحدوته هي هي، وعاملينها بالقالب الدرامي بتاع زماننا ده. عجبني قوي فكره انه محمود بيقول انه المشاهد بيستطعم، المشاهد المصري والعربي متذوق فنيا، المشاهد المصري والعربي مثقف فنيا، احنا متربيين على افلام السينما والدراما المصريه اللي من 60 سنه. صحيح. يعني احنا كلنا بنبقى فاهمين بقى دراما وبنناقش بعض كده على السوشيال ميديا وفي اي قاعده على المسلسلات الحلوه، المسلسلات اللي تضحك، المسلسلات اللي فيها سسبنس. طيب محمود، عايز اسالك على حاجه مهمه جدا كمان، حبكه الكشف، انت معتمد في المسلسل على حبكه الكشف، يعني في مفاجات هتحصل جايه، في سر معين هيتكشف، انت بقى في سير الاحداث ازاي هتعتمد او هتاكد على الحته دي، فكره ان انا هعتمد ان الناس بتستنى السر ده هيتكشف امتى، وتفاعل الشخصيات معاه، وتخلي الناس تنجذب بقى للاحداث اللي جايه، وقفلت كمان الحلقات عجباني قوي الحقيقه، يعني بتخلي الناس تستنى الحلقه اللي جايه. صحيح. الحمد لله. هو انا دايما في كل مسلسلاتي، حتى لو بعمل مسلسل اجتماعي، انا طول الوقت بحب اشارك السيد المشاهد، لان المشاهد ذكي جدا، والمشاهد بيحب لما انت تدخله في قلب اللعبه، اللي هو تعالى نلعب مع بعض ونفكر سوا، يلا نختبر ذكاء بعض. فهو المشاهد بيحب كده، ان انت اصل في الاخر لو انا هقدم له عمل بسيط وكل حاجه ظاهره قدامه ومحلوله ومفيش حاجه، يعني انا اوكي ده نوع، بس انا بحب النوع اللي لو هقدم له دراما اجتماعيه، لا اقدمها له بشكل يخليه يفكر معايا ويتفاعل معايا يوميا. فعلشان كده كنت قاصد في المسلسل هنا ان انا افضل محافظ على ده، والحقيقه كلنا كل كرو العمل الحقيقه يعني كنا عايزين نحافظ على ده طول الوقت. كانت قفلات الحلقات عندنا بتخلي المشاهد طول الوقت هو بيتساءل، طب هل فلان هيعمل كذا؟ هل فلان هو اللي قتل كذا؟ هل فلان؟ فهذه التساؤلات هي الممتعة في اللعبة بتاعتنا، لعبة الدراما، انك المشاهد
جزء اصيل في اللعبه بتاعتك. كمان الحدوته كان كنا حابين من البدايه ان القصه هنحرقها للسيد المشاهد وهو يعلم ان في شخصيتين فقط هم اللي يعلموا حقيقه الامر، عربي السويركي ابن صباح الجياش اللي اتبدل مع الست الغلبانه اللي اسمها نجده، اتبدل هو وانغام مع بعض، فالمشاهد عارف وشخصيتين فقط هم اللي عارفين، واحده ماتت وتبقت صباح الجياش اللي هي وفاء عامر اللي انا بحييها من خلالكم، عامله دور عظيم وعظيم وفاء عامر جدا. طيب خليني بسألك عن جزئية تانية مختلفة وبيسأل عنها كل الجمهور دلوقتي، فكرة اللزمات المرتبطة بالفنان أحمد العوضي، هل في السيناريو أنت كنت حاطط اللزمات دي اعتمدت على حدوتة حلوة بتتحكي، ولا كمان لعبت على وجود لزمة بيقولها دايما البطل تعلق مع الناس؟ خلينا أقولك، أحمد العوضي من الممثلين الأذكياء جدا جدا جدا، والحقيقة أنا سعيد بالتعاون مع العوضي، ده رقم واحد. رقم اتنين، أحمد طول الوقت هو شغله الجمهور عايز ايه والجمهور حابب فيا انا كممثل ايه، وده ذكاء من الممثل. احمد يعي تماما ان المشاهد او جمهوره تحديدا بيحبوا اللزمات اللي بيعملها احمد، فاحمد طبعا بيقعد يشتغل على ده بشكل كبير جدا جدا جدا، ويتست الحاجات دي معايا، يعني يقول لي ايه رايك لو انا هقول كذا، او ايه رايك لو انا فاقول له اه يا احمد حلو، اه جامد، اه كذا. فهو احمد طول الوقت شاغل باله الجمهور حابب منه ايه، ومش كل النجوم على فكره عندهم هذه الملكه. طيب محمود، بقى في مسلسل اذاعي تاني انت عامله، جريمه منتصف النيل، برضه مع الفنان احمد العوضي، هل انت بترتاح مثلا في الشغل مع احمد؟ في كيمياء مثلا معينه بينكم؟ وعايز اعرف برضه انت بتخرج من احمد العوضي ايه؟ مفيش اي يعني حد تاني بيخرج منه الحاجه دي، حاجه مثلا في طبيعه طريقه الاداء بتاعته، كتابه مثلا معينه يعني بتساعده اكتر ان هو يؤدي اقوى بشكل اقوى؟ احمد هو انا واحمد اصحاب من زمان جدا، تمام، يمكن سنين كتير قوي، فاحمد اخويا يعني، وهو عارف الحمد لله عارف قدرة محمود كفنان عاملة ازاي، وانا عارف قدرته كممثل عاملة ازاي، فبالتالي احنا تلقينا والحمد لله في كيمياء كبيرة جدا ما بيننا احنا الاثنين. احنا طول الوقت لما بنيجي مثلا بنقرا حاجة او انا كتبت حاجة، احمد في ثواني هو انا عارف هو بيفكر في ايه، ايوه، وهو عارف انا اللي بفكر فيه، فبنتلاقى بسرعة جدا. طيب بص، لا احنا مرتاحين في الشغل كده. طيب والله يا محمود ده باين على الشاشه فعلا، صح يا حور، يعني انت لما تتفرجي كده على المسلسل تحسي في تناغم حتى بين الابطال كلهم مع بعض الشخصيات، واساسها بيكون الورق. صح، بشكرك شكرا جزيلا سيناريست محمود حمدان، مؤلف طبعا مسلسل حق عرب.